عليكم، شكرا للصحافه على الاستضافه ديالها. باي باي عبد المجيد، النائب الاول ديال جمعيه النصر لارباب النقل الطرقي للمسافرين بجهه مراكش اسفي، ونائب جامعات مستثمرين النقل الطرقي بالمغرب. اولا كنشكر الصحافه على هذه الاستضافه. هذا الجمع اللي كان اليوم درناه، اضطرينا باش نديروا هذا الجمع على قبل الماده ديال الغازوال اللي هي غاديه في واحد الارتفاع وثقلات على الكاهل ديال القطاع وعلى النقل بواحد الصفه اللي هي خاصه. لهذا اليوم حنا كنتسائلوا على هاد الحكومه وعلى هاد الناس المسؤولين في هاد البلاد، اشنا هو المصير ديال هاد القطاع اللي بيوصل؟ ما عرفناش حنا المصير ديال هاد القطاع فين بيوصل. وماده ديال الغازوال غاديه في الارتفاع، ما غاديش تقف 16 درهم. اذن هاد الناس داروا لنا واحد الدعم اللي خصمونا مع المواطن. تيجي المواطن كبير كم تيقول لك انتم ما عندكم الدعم. كاين الكار اللي كيستهلك في الشهر 4 المليون 5 المليون ديال المازوت وكيشد 7000 درهم، كي غادي يدير لها؟ تنتفاجئوا حنا بالمواد اللي كيستعمل اللي كتستعمل هذه الحافله كلها تزاد، من بنو من قطاع الغيار من الزيت من اي حاجه. بما هما دعموكم على المازوت وتجاهلوا المسائل الاخرى، تجاهلوها غلات في اطار، تجاهلوا هذيك المسائل الاخرى، تجاهلوها كل الجهل. ودابا القطاع ديال النقل كيعاني، ما كايناش الخدمه بعدا. اولا استسمح بالنسبه لهذا التجاهل اللي دير الحكومه، واش بسبب الناس اللي جلسوا معاهم تحاوروا معاهم، اولا بسبب ان الحكومه خدات القرار نفسها؟ حنا ولا كيفاش وقع حنا الاجتماع الاخر اللي كان بيننا وبين الحكومه كرؤساء قالوا لك هما ما فرصوش هادشي، هادشي تاخذوا السيد وزير الماليه اللي مكلف بالدعم ودار هاد الدعم هذا، وزيدوا هاد الدعم راه كاع مازال ما استافدوا منه النقاله، واحد الاغلبيه اللي هي لا يستهان بها مازال ما استافدتش من هاد الدعم. اذن هاد الاداره ولا هاد الوزاره اللي كتقول وصيه على القطاع وخصها توصي على هاد القطاع باش تزيد به لقدام كتقتل فيه. راه كاينين الناس مستثمرين اللي مستثمرين واحد الاموال اللي هي باهظه، واش عباد الله ملي الانسان كيشري كار ب 300 مليون وكيخلص 14 ضريبه ما كيخلصهاش شي قطاع من غير قطاع النقل، ويزيد يتهان هكا وغدا ولا غدا ملي كتحرك هذا القطاع. حنا دابا مقبلين على عيد الاضحى، غادي عاد غادي تبان الصحافه ويبان الاعلام ويبان صحاب اللي تجي ويبان كل شيء، غادي يجي للمحطات ويقول لك بحال هذا النقيل مجرم ماشي مواطن، وهذا النقيل راه كيدي واحد الخدمه للوطن. هذا المازوت اللي كيدير في هذا الكيران ما كيمشيش يدور به في السياره ديالته، راه كيعطي خدمه للمواطن العادي. حنا ما كنشوفوش ذاك اللي عنده السياره، كنشوف واحد الفئه اللي هي لا حول ولا قوه لها، كتسافر في هذاك الكار، وهذا الكار راه كيهز ذوي الاحتياج، تيهز الناس اللي مراض. اي كار اي حافله طلعتي لها دابا الا كتلقى فيها اربعه ولا خمسه فابور حيوي بامتياز. وهاد الناس خصهم يشوفوا هذا المستثمر بيني لا وقف، راه كاينه واحد الشريحه اللي وراه غادي توقف. هاد الشيء راه عائلات ورا هاد الكيران، ملي كيدير مارش هاد الكار وهو كيعطي، وكل واحد عنده عائله وعنده ثلاثه دراري اربعه. لهذا انا كنشد الحكومه باش تراعي ودير واحد الغازوال اللي يكون مهني ولا تسقف ودير شي حل اللي هو كاين. لان المازوت دابا ما غاديش يوقف في 16 درهم، راه واقف في ارتفاع، ارتفاع كاين. علاش ياك حنا كاع مواطنين ولاد هاد البلاد ومغاربه، علاش هاد البرلمانيين وهاد الناس اللي صوتنا عليهم علاش هما ما ينقصوش من هاد الاجاره ديالتهم ويعاونوا هاد البلاد في هاد الازمه، في هاد الازمه هادي؟ علاش هاد البرلمان كيشد 7 مليون؟ علاش ما يشدش حتى هو 2 مليون باش نعرفوه وطني ولد الوطن وكيخاف على هاد البلاد من الفتنه؟ ماشي هو يشد الفلوس ويدير هو المازوت على حساب الدوله ويجي لولد الشعب ويقمعو، هذا عار. ومن هنا كنشدوا الناس اللي عندهم ضمير حي في هذه البلاد. وعاش الملك، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. رشيد الرطب، رئيس جمعيه تساوت لارباب النقل بقلعه السراغنه وعضو الجامعه الوطنيه لارباب النقل. هذا اللقاء اللي كاين اليوم حول الغلاء ديال ماده الغازوال اللي اثرت على الناقلين بواحد الشكل اللي هو اللي وصلهم للافلاس، بهذا المعنى الافلاس. صافي الناقلين غادي يوصلوا للافلاس. لهذا كنطالبوا من الحكومه
باش تشوف شي حل للمهنيين ولو بالغازوال المهني، حيت لما كانش غازوال المهني من غير غازوال المهني ما كاين حتى شي حاجه. هذيك 7000 درهم اللي عطاو ديال الدعم، راه كاينه الحافله اللي تزادت عليها 3000 درهم في النهار. خرجوا واحد صريح اخر ديال 40% كزياده، ولو 40% غتولي 9600 درهم. 9600 درهم ما كافياش. اقل كار عنده 200 كيلومتر في النهار زادت عليه 45000 فرانك، 450 درهم، يعني 13500 درهم في الشهر. يعني هو غيزيد على ذاك الدعم. هذا اقل حافله، واكثر حافله 3000 درهم في النهار. 3000 درهم في النهار زادت عليه من بين 9 درهم فاصلة 30 ل 16 درهم ديال دابا. 90000 درهم هذيك، 90000 درهم في الشهر. باش غتجي 7000 درهم و 83000 درهم مالو كان كيديها كاع هو رباح؟ ما كانش كيديها رباح، يعني ولا دخل في الرزق ديالو كيهلك فيه. هاد الدولة اللي جا مرحبا. واش هاد الدعم هذا كان عند دراسة مع مهنيين ومع مختصين في هاد المهنة، أولا كان اقتراح فقط من ناس إداريين ما عارفينش ما معنى قطاع النقل؟ لا، هذا الدعم هذا كان سياسي بامتياز، سياسي، يعني خطة هذه أكثر، يعني غادي ندعموا المهنيين بهذه اللي هي ماشي دعم، هذه غير صداقة بهذا المعنى، ماشي دعم كما شرحت لك. راه كاين الناس اللي زادت عليهم 3000 درهم في النهار، يعني 7000 درهم هذه سياسة باش حتى المواطن غادي يهز لهم الناقلين، لأن هما إلا زادوا في الطريفة ديال النقل غادي يقول لهم بأنك راكم داعمين. وطحنا في هذا المشكل، يلا تقالت في الإذاعة والتلفازة بأن كاين الدعم ديال المهنيين، الغد اللي كتهز الإنسان كتقول لي غير 100 ريال، تصور كتزيد عليه في 200 كيلومتر 5 درهم كيقول لك واه خديتوا الدعم. يعني هذه خطة سياسية، هذه باش فهمتي، لأنه هما كيقلبوا ديما باش ما يكونش واحد الاحتقان، ولكن في نفس الوقت كيهلكوا في المهنيين. على ذكر هذه الزيادة اللي قلتي دابا أنت ديال ولو 5 درهم، بالنسبة لينا حنا اللي كنعرفوا هي أنه من 1996 تحددت التعريفة ديال الكيران ولا التذكرة. كيفاش غتقلبي 5 درهم ظل هذه الظروف اللي كيعيشها ماشي غير أرباب النقل أولا حتى المواطن؟ لأن تزادوا لي المواد الأساسية. خديت شي موافقة على الزيادة أو كانت زيادة؟ لا ما خديتيش لا موافقة لا والو، غير كتبغي تريكيبيري المصاريف ولو تجيب غير المازوط ديالك، لأن دابا المازوط وليتي واحل فيه، ويتي الكار كيمشي ويجي، العيان كيزيد 500 درهم من جيبو 600 درهم في النهار، هذي كيزيدها باش كيكمل المازوط اللي غادي يديه لواحد لالين ويردو. يعني هاد الدعم ما قادرينش به. نعطيك واحد المثال، دابا تصور النقل الجوي، النقل الجوي اغلى نقل هو ديال المغرب بالتعريفه ديالو، غالي على الدول الاخرين. وكنسمعوا مره بان الدوله كتدعم النقل الجوي ب 12 مليار ديال الدرهم، كتدعم النقل الجوي ب 8 مليار ديال الدرهم، وحنا اللي كنخسروا من المال ديالنا. يعني حنا دابا غادي في الخساره، تعطينا 7000 درهم الشهر ديالاش؟ دابا انا كتحسوا بتهميش. تهميش اقصاء صافي، يعني بحال بواحد العباره، يعني صافي النقل بغاو يحبس في المغرب.